العربي. هكذا مشاهدي الكرام نصل إلى تتويج الفائزين بأشواط الرموز الذهبية للسن الثنايا وشعارات أصحاب السمو الشيخ والسعادة. كانت المنافسة مع 4 أشواط رئيسية و4 رموز ذهبية، والشلفة الذهبية للثنايا الابكار المفتوح كانت الغزية الحاضرة بشعار هجن الرئاسة بمتابعة الظافر علي بن جميل الوهيبي. تهانينا والناموس وهو منصور بن قذلة الاحباب ايضا يتوج بالشلفة الذهبية الذي انتزعتها الغزيل وحدة السلامات الى دولة الامارات العربية المتحدة. الخنجر الذهبي والثنايا القعدان المفتوح كان مع ناهي، وهجن الرئاسة عادت لكي تحقق الخنجر الثاني والذهبي للثنايا القعدان المفتوح مع هجن الرئاسة وناهي، وبمتابعة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي وايضا اخيه سعيد بن محمد الوهيبي يتوجوا بالخنجر الذهبي. تهانينا والف مبروك. الشوط الثالث مشاهدي الكرام والشلفة الذهبية للثنايا الابكار العمانيات جاءت الوسمية بشعار هجن الشحانية لكي تفرض السيطرة في شوط العمانيات وتحقق الشلفة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والى الذهبي سالم بن فاران مري، والشبل هو من يتوج بهذه الشلفة. تهانينا والناموس. الشوط الرابع عادت هجن الرئاسة لكي تحقق الرمز الثالث والخنجر الذهبي للثنايا القعدان العمانيات الاصايل، كان مع الجارح لهجن الرئاسة والمجازف محمد العتيق بن زيتون المهيري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. ها هي رموز هجن الرئاسة في هذا المساء، الشلفة الذهبية للثنايا الابكار المفتوح والخنجر الذهبي للثنايا القعدان المفتوح والخنجر الذهبي للثنايا القعدان العمانيات بمتابعة الظافر علي بن جميل الوهيبي والعملاق سلطان بن محمد الوهيبي وأيضا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. نهني دولة الإمارات بفوزها بثلاثة رموز ذهبية في هذا المساء، ونهني هجن الشحانية بانتزاع الوسمية للشلفة الذهبية.